السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تلاميذ سنة ثالثة ابتدائي. إليكم تكملة الحصة الثانية. نبدأ بكتابة الحروف. نبدأ بحرف آ، نكتبه بخط الكراس. كيف نكتبه؟ لاحظوا معي، عندنا حرف آ، نتبع من السطر الأساسي هنا آ، نكتبه عدة مرات. هذا نسميه خط كورسيف، خط الكراس، كتابة متصلة. آ، عندنا هنا آ، أيضا هنا هذا ماجيسكول، آ ماجيسكول كورسيف، هذا آ مينيسكول كورسيف. آ هنا الخط الأول فقط، هكذا الخط هذا فقط والخط هذا آ. هكذا نكتبه. هذا نسميه خط الكراس آ، آ ماجيسكيل، آ مينيسكيل.